يحكى أنه في قديم الزمان في العصر العباسي، من أكثر القصص الجميلة التي سردت في العصر القديم والتي يتم الاستفادة منها، ونأخذ منها بعض العبر التي تفيدنا في حياتنا اليومية. ومن أهم القصص الجميلة من هذا العصر قصة القاضي الصغير. جاءت هذه القصة في العصر العباسي، حيث يحكى أنه يوجد تاجر يسمى منصور، يقوم ببيع بضاعته ويكسب منها بالحلال. فقد اشتهر هذا التاجر في بلاده في العراق، وعلى وجه الخصوص في بغداد اشتهر بأمانته وشرفه وكسبه للمال بالحلال، كما أنه تميز بحسن أخلاقه ومعاملته الحسنة لجميع الزبائن وطيبته الزائدة. وفي يوم خرج التاجر من عمله إلى منزله واستلقى على سريره لينام، فحلم التاجر بحلم غريب، وهو انشقاق الجدار الخاص بالغرفة التي ينام بها، وخرج من الجدار شيخ يتسم بالوقار، وجاء إلى جانب التاجر، وقيل له: سافر، سافر إلى بلاد الله سبحانه وتعالى الواسعة، حيث تلقى بها الخير والرزق، وتلقى الفرح والسعادة. استيقظ التاجر من نومه، وتحدث إلى نفسه: لماذا أذهب إلى مكان غريب؟ مكان لا أعرفه ولا أعرف أهله، وقد رزقني الله بالرزق الواسع والسعادة الكبيرة والسمعة الطيبة في هذا البلد، لماذا أغادرها إذن؟ فقد حققت النجاح الكبير الذي يتمناه أي شخص. عاد منصور إلى بيته في الليلة الثانية، وفي نومه تكرر نفس الحلم في الليلة السابقة، حيث انشق الجدار وخرج منه شيخ وقور، وتحدث إليه قائلا: سافر يا منصور، سافر إلى بلاد المولى عز وجل الواسعة، فسعادتك ورزقك مكتوب فيها. وتكرر الحلم مرة أخرى، فقام المنصور من نومه وأخذ القرار بالسفر إلى البلاد الواسعة كما قال له الشيخ الوقور في المنام. فقام بجمع كل ما يحصل عليه من أموال، وباع كل ما يمتلكه، وقد قام بتجميع 1000 قطعة من الذهب ووضعها في جرة مناسبة، ثم غطى تلك القطع الذهبية بالزيتون وأعطاها إلى تاجر معروف بأمانته يقطن في بغداد ويدعى أبو المحاسن، حتى تكون عنده أمانة حتى يعود منصور. وقد قام أبو المحاسن بسؤاله لمنصور، سأله: إلى أين أنت ذاهب وتارك تجارتك وتارك كل هذا النجاح الذي حققته؟ فرد عليه المنصور قائلا بأنه ذاهب إلى بلاد الله الواسعة، وأنه يريد ترك هذه الأمانة حتى يعود. وقد وافق أبو المحاسن بترك جرة منصور، وأعطاه مفتاح الغرفة التي سيتم وضع الجرة فيها، وقال لمنصور: ضع الجرة بالمكان الذي تريده. فقام منصور بفتح الغرفة ووضع الجرة، ثم سلم المفتاح لأبي المحاسن وعاد إلى بيته، وأخذ جملا ووضع عليه أمتعة السفر وأجود وأفخم الأقمشة حتى يقوم ببيعها في بلاد الله الواسعة. فذهب منصور إلى دمشق، فأعجبته المناظر الجميلة والحدائق الرائعة والشوارع الخلابة، كما أدهشته منازل المدينة والقصور التي توجد فيها. ثم قام منصور ببيع الأقمشة التي أتى بها إلى التجار، فقاموا بشرائها من منصور، وحقق منصور أرباحا عالية ومكاسبا كبيرة. ثم قام منصور بشراء بضاعة أخرى وقام ببيعها وكسب منها المال، وهكذا حتى توسعت حجم تجارة منصور، وذلك بسبب صدقه وأمانته ونزاهته في تجارته، بالإضافة إلى حسن أخلاقه ومعاملته الطيبة. فغاب منصور في بلاد الشام لعدة سنوات، وفي يوم من الأيام جلس أبو المحاسن مع زوجته على العشاء وتناولوا الزيتون، فتذكر صديقه منصورا فقال لزوجته: غاب منصور على جرته سنوات عديدة ولم يأتي ليطمئن عليها، والزيتون الموجود بالجرة قد يصاب بالتلف، فماذا لو أخذنا من الزيتون الموجود بالجرة؟ فرفضت زوجة أبي المحاسن
وقالت له لا يجوز فعل ذلك، فلو جاء منصور ووجد الجرة ناقصة ماذا سيفعل؟ فأجاب أبو المحاسن بأنه سيقوم برد ثمن الزيتون الذي أخذه، فرفضت زوجة أبي المحاسن عدة مرات وقالت له إن الجرة أمانة لا يصح فتحها، وقد أوصى الله سبحانه بأن نؤدي الأمانة إلى أصحابها كاملة، ولكن غلب الطمع على أبي المحاسن ولم ينصت إلى كلام زوجته، وذهب إلى الغرفة وفتح الجرة فلاحظ ثقل حجمها، فاندهش وقام بتفريغ الجرة فوجد العديد من القطع الذهبية التي قام بعدها وعلم بأنها 1000 قطعة. ثم قام أبو المحاسن بأخذ جميع القطع الذهبية وذهب إلى السوق واشترى كمية كبيرة من الزيتون وقام بوضعها بالجرة بدلا من النقود ووضعها كما هي بالغرفة. وبعد مرور 5 سنوات من رحيل التاجر منصور عن بلده، فعاد إلى بلده بغداد اشتياقا إليها وإلى أهله فيها وإلى أصدقائه وأمواله التي تركها مع صديقه أبي المحاسن. المهم، ذهب التاجر منصور إلى الشيخ أبي المحاسن، وبعد العديد من التحيات طلب التاجر منصور من صديقه الشيخ أبي المحاسن بأن يرد عليه جرته التي تركها على سبيل الأمانة في الغرفة، فأعطى أبو المحاسن المفتاح للتاجر منصور وقال له افتح الغرفة وستجد الأمانة كما هي من يوم سفرك. ففرح التاجر منصور وشكر صديقه الشيخ أبا المحاسن وأخذ الجرة وذهب إلى بيته، وعندما فتحها اندهش لعدم وجود القطع الذهبية فيها، وعاد إلى الشيخ أبي المحاسن وقال له ربما تكون في ضيقة وأخذت القطع الذهبية مؤقتا، فعند تحسن ظروفك المادية رد علي أموالي، فنحن أصدقاء ولا مشكلة من ذلك. إلا أن أبا المحاسن قال للتاجر منصور أنك وضعت عندي زيتونا ووضعت الجرة بنفسك في الغرفة وأخذت الجرة وفيها الزيتون، فماذا بك؟ أي نقود تتحدث عنها وأي قطع ذهبية؟ فغضب التاجر منصور وقال لصديقه يا صديقي، تركت عندك كل ما أملك أمانة، وكان يومها بالجرة 100 قطعة من الذهب، فإذا لم ترد نقودي سأشكيك للقاضي، وإذا لم يرد القاضي حقي سأشكيك للخليفة ذاته. ثم اتجه التاجر منصور إلى القاضي ليشكي صديقه عنده الذي أخذ أمواله، وقد سأل القاضي الشيخ أبا المحاسن هل أخذت النقود أو القطع الذهبية التي كانت موجودة بالجرة التي وضعها التاجر منصور أمانة عندك؟ فأقسم أبو المحاسن بأنه لم يأخذ شيئا وأن الجرة كانت تحتوي على زيتون فقط، وأخذها التاجر منصور بعد عودته من السفر. ثم سأل القاضي التاجر منصورا هل وضعت قطعا ذهبية بالجرة؟ فأجاب التاجر منصور لقد وضعت القطع الذهبية تحت الزيتون، ولكني لم أخبر أحدا بهذا السر. فنظر القاضي إلى التاجر منصور متألما وقال له قد حلف أبو المحاسن بأنه لم يأخذ منك سوى الزيتون، وقد قلت بنفسك بأن لا أحد غيرك يعلم بسر القطع الذهبية، لأنه لا يوجد أي دليل على ما قلته ولا أستطيع أن أحل الموضوع. فذهب منصور حزينا باكيا إلى الخليفة وحكى له كل ما حدث، وسمع القصة أيضا من أبي المحاسن. ثم أخذ الخليفة يفكر وقتا طويلا في كلام التاجر منصور والشيخ أبي المحاسن، فوجد أن كلام التاجر منصور صحيح، لأن الزيتون يفسد بعد 2 أو 3 على الأكثر، والتاجر منصور عاد بعد 5 سنوات والزيتون كما هو لم يفسد. هذا بالإضافة إلى استعانة الخليفة بأهم تجار الزيتون ليعرف إذا كان الزيتون الموجود بالجرة قديما أم جديدا، وقد أجاب تجار الزيتون بأن هذا الزيتون جديد وغير قديم. وأخيرا قام الخليفة بإصدار العقوبة على الشيخ أبي المحاسن لخيانته للأمانة، كما قام بإعادة حق التاجر منصور.